انا قلبي حرفيا بيدق جامد جدا، مش عارفه ليه. هحكي لكم انا ازاي جيت بلجيكا وقصتي وليه انا في بلجيكا وليه عايشه لوحدي وليه اخترت ان انا ادرس بره. هو مبدئيا كده انا ما كانش في مخيلاتي ان انا هسافر، ما كانش من البلانات بتاعتي ان انا هسافر بعد المدرسه او اي حاجه. كنت طبيعية جدا، بعد ما درست هقدم مع الجامعة دي والجامعة دي اللي هما كلهم في مصر، لحد ما انا نطيت سنة فاضطريت اقعد في البيت سنة. المفروض كان ممكن يبقى نص سنة او سنة، فقعدت سنة في البيت. والسنة دي لاحظت ان انا كان ممكن قبليها اقدم على جامعات برا وما كنتش ضيعت السنة دي وخلصت، فاهمين؟ فالموضوع شدني ان انا اشوف ايه اللي ممكن اقدم برا عليه وكده. فاكرة اليوم ده جدا ان انا خرجت مع اهلي وسالتهم ايه رايكم لو اسافر بره، لو جامعه كويسه ولو المبلغ مش كتير، يعني مش هيكلف كتير، مش هيكلفهم كتير، هيبقى زي الجامعه هنا بس فرق ان انا هبقى بره. فالاثنين قالوا لي ماشي شوفي، وكان اللي هو زي التحدي اللي هو شوفي جامعه رخيصه وفي نفس الوقت جامعه كويسه، اللي هو ها مش هتلاقيهم. اخويا الكبير كان في الجامعه، فساعتها سألته لو حابب يسافر معايا وبتاع. الجامعة هندسة تقريبا 5 سنين او حاجة كده، وهو كان فاضله 3 سنين او سنتين مش فاكرة، فكان قشطة يعني انه ينقل وهتبقى 3 سنين وهيتخرج نفس الحاجة، بس الفرق انها هتبقى جامعة احسن وبره. فقال لي برضو ماشي وشوفي وقوليلي. الصدفة البحتة البحتة، لحد دلوقتي الناس بتسألني انت لقيتي جامعة ازاي، بالصدفة البحتة لقيت الجامعة زي اعلان طالع لي في وشي انه الجامعة دي من احسن 50 جامعة في العالم وكده. وبعدين رحت ببص على المبلغ، طبعا قبليها كنت اوريدي بصيت على المبالغ اللي المفروض اتوقعها، كان كله غالي، كله كان غالي. بس الجامعة دي لقيتها كانت قبل التعويم، فكان ساعتها حوالي 12,000 جنيه. انتوا متخيلين جامعة 12,000 جنيه ومن افضل 50 جامعة. فطبعا قلت لأهلي، وساعتها ماما كانت في ظهري قوي، بابا كان تقريبا طول الوقت ده كان فاكرها اللي هو بنهزر، عارف يعني اللي هو مش هتحصل بجد، لا مش هسافر بجد وكده. فكان بيبشي الموضوع خلاص اللي هو تمام حلو وبتاع، وانا اللي هو اروح له انا قبلت انا قبلوني، وهو اللي هو ماشي اوكي، اللي هو تقريبا في دماغه ان انا فعلا مش هسافر. انا جالي زي ما قلت قبلوني بعد 3 4 شهور قبلوني، هي وكم جامعة تانية. كان كمان في جامعة فاشن ديزايننج قدمت عليها عشان كنت حابة اشوف لو انا فعلا موهوبة ولا لا. قبلوني. بعدين فضلنا مستنيين رد الاخويا، كانوا لسه ما ردوش عليه، هو قدم شوية متأخر وتقريبا ما كانش متشجع زي ما انا كنت متشجعة. هو اوريدي في جامعة وانا هو مش عارفه هعمل ايه في حياتي، فاكيد كنت اكتر هو اكتف وبحاول ادور على جامعات وبحاول ابعت لهم ايميلات وافهم ايه الحوار وكل المواضيع دي. لقينا ان اخويا مش هينفع يجي، كان في مشاكل يعمل امتحان ده والله رفضوه، ما كانش ينفع يعمل ترانسفير لاي الكريدتس بتاعته، فكل درسه قبل كله هيروح وكانه ما حصلش. كواحده كتير 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 عنيده كنت خايفة جدا انه ماما كل الوقت ده كانت بتشجعني وكده، كنت خايفة جدا ان هو ماما تقلب بقى موضوع اللي هو لأ هتسافري لوحدك وبنت هتسافر لوحدها وكده. وانا اوريدي يعني اللي يعرفني واللي قريب ليا عندي اكبر مشاكل في اي حد هيقول لي حاجة زي انتي بنت وانت تقدريش تعملي، انتي بنت وتقدريش تعملي. ومحدش قال لي لأ مش هتسافري عشان محمود، هو بجد انا توقعت انهم هيقولولي بس محدش قال لي لأ مش هتسافري عشان محمود وكده. ممكن كان من تحت لو محمود جه كان الموضوع هيبقى اسهل لي، بس محدش مسكه كسبب. فكنت بس انا كنت مستعدة، حتى البلانات كلها اللي انا كنت مخططاها هنسافر هنعيش هنا بابا، هنعيش في مدينة اللي هو كان هيدرس فيها مش في المدينة اللي انا بدرس فيها، كل ده فضل زي ما هو. جت اصعب حتة اكتر حتة stressful انا IG، فكان لازم نستنى لحد اغسطس عشان درجاتي تطلع ويبقى 100% اخش الجامعة وكده. وكان في المادة اللي هما كانوا طلبينها مني نزلت شوية فيها، ما جبتش الدرجات اللي كان مفروض اجيبها ولا حتى المدرسين كانوا فاكرين هجيبها، واضطريت ان انا اللي هو ابعت لهم ايميل اصل كذا كذا حصل
وهو انا لسه ينفع اجي وكده ولسه قبلوني. فدي كانت اكتر حاجه توتر عشان ما قدمتش على اي جامعه تانية غيرها. مشكله ان انا ابقى مقدمه جامعه واحده بس. انا كنت بجد مش عارفه ليه في مخيلاتي ان انا فعلا هسافر واروح الجامعه دي وكده. كنت شايفاها، كنت قادره اشوف الفيجن. وكل ده في اغسطس سبتمبر، والجامعه بتبدا اخر سبتمبر. فكان لسه في فيزا، والفيزا بتاخد حوالي شهر تقريبا. فكان عندي ميعاد فيزا قدمت عليه ساعتها. ده الوقت البابايا تقريبا حاس انه الموضوع جد يعني. فكان عندي ميعاد فيزا، وبابا اللي هو لا ما مش هتروحي ميعاد فيزا، لا عشان كمان في مصاريف بتدفعيها للفيزا برضو، اللي هو لا مش هديك الفلوس دي. وطبعا كنت محتاجة يديني الفلوس دي عشان اعمل الفيزا. فحصل موضوع كبير، كان رافض تماما. حصل خناقة قبل اليوم اللي هنسافر فيه، خناقة كبيرة. وبعدين ما قدرتش اروح السفارة عشان كده وكده. كان في ورق ناقص كان المفروض يعمله لي، حاجات كده، حاجات اصلا كانت ناقصة. وكان موضوع غريب ان انا اروح بعد لما خلاص قال لي لا مش هتروحي امبارح. فما روحتش، وحاولت اكلمهم عشان عارفه بلجيكا عندهم موضوع بلاك ليست. فانت لما بتحضريش appointment بتاعتك بيحطوكي في بلاك ليست وما تقدريش تقدمي على الفيزا لمده 3 شهور. فانا بعت لهم ايميلات لدرجه ما واحده هناك بتشتغل كلمتني قالت لي بطلي تبعتي ايميلات، مش هنعملك حاجه، بس اهو انت اتشلتي من بلاك ليست بس مش نقدر نديكي ميعاد، فحاولي تدوري على ميعاد. انا كنت في نفس الوقت بقدم على ميعاد على اسم اخويا عشان ما ينفعش اقدم خلاص anymore. فبحاول اقدم على اسم اخويا، وحصل الموضوع ان انا حاولت بقى اكنسل بتاع اخويا واخده على طول بعديه. وانا مع الست على التليفون، كانت بجد ست لطيفه، كنت حرفيا بعيط لها بقول لها لا عندي جامعه لازم اسافر بلا بلا بليز حاولي تساعديني انا كنسلت ده. كانت لطيفه، حاولت تساعدني وفعلا ساعدتني واخدت الميعاد. الميعاد كان تقريبا في اوائل سبتمبر حاجه كده، وانا المفروض اسافر اخر سبتمبر، وهو الموضوع بياخد شهر. رحت وكان في ورق ناقص او حاجه زي كده، اضطريت ادور تاني على ميعاد. ويا جماعه المواعيد بتاعتهم كلها كانت مليانه. كان احزن حاجه في حياتي تقريبا حصلت لي، كان اكتر فتره انا كنت فيها متوتره وسخنه قوي كده. قالوا لنا على الورق اللي ناقص، وان هم ما ينفعوش ياخدوا الورق اللي احنا اوريدي معانا علشان ما بيشتغلش كده، لازم نيجي بكل الورق اللي هم محتاجينه. ففعلا اضطرينا نمشي. انا طبعا كنت بعيط وكنت متعصبه، وكنت كمان انا فاكر يوميها جالي ايميل من الريزنسي دي اللي انا ساكنه فيها دلوقتي ان انا اتقبلت وقطي موجوده وكل الكلام ده، وادفع ديبوزيت والحاجات دي. ما صليتش كميه الصلاه اللي صليتها في الفتره دي علشان انا حرفيا مش عارفه فين مستقبلي هيروح، ولا هعمل ايه في حياتي، ولا هضطر استنى سنه كمان عشان معظم الجامعات في مصر لازم تقدمي سنه جايه ومش بياخدوا في السمستر التاني وحاجات كده زي مثلا الاي سي. بس عملنا الورق، رحنا الميعاد بتاعي تاني. ساعتها حفظت المكان، يعني حرفيا عمري ما حفظت مكان زي ما حفظته. بس المكان فين نركن كل حاجه، رحت لهم وبتاع، اخدوا كل ورقي ساعتها. بس كان في حاجه ناقصه بابا كان المفروض يعملها، وبابا ما كانش معايا، كانت ماما عشان هو الوكيل عني او حاجه زي كده. فاضطريت ان انا ارجع وبس، واضطريت استنى. فانا كان عندي رعب عشان فيزا بلجيكا من اصعب الفيزات في مصر. كان عندي رعب ان انا اصلا ما اخدش الفيزا، يعني دي اصلا كانت حاجه انا عندي انه تقريبا كده مش هاخد الفيزا، خصوصا ان الجامعه قالت لي ما يقدروش يعملوا اي حاجه للفيزا غير انهم يبعتوا ورقه ان انا فعلا قبلت وان انا هدرس عندهم ان شاء الله لو سافرت. فاستنينا حوالي شهر. الجامعه انا بهزرش، الفيزا جت 5 ايام قبل سفري. اوريدي كنت حاجزه وبتاع وكل حاجه وجاهزه، الفيزا جت 5 ايام قبل سفري. ففي الخمس ايام دي انا اوريدي ما قلتش لاي حد عشان ما كنتش متاكده لو ده حقيقي ولا لا. وانتوا عارفين الموضوع اللي هو مش هقول لحد وبعدين اقول للناس وبعدين يطلع في الاخر مش هسافر وكلهم يزعلوا وبعدين يفرحوا تاني، اللي هو ملهاش لازمه. يعني كنت عايزه اتاكد. ففي الخمس ايام دول كانت عندي الخمس ايام دول ان انا اكلم كل الناس اقول لهم ان انا هسافر، هروح ادرس بره، اصحابي اسلم عليهم، وكل كان
كان موضوع واللي اتصدم واللي زي ما قلتلناش، عشان طبعا لو قلتلك او قلتلك كان ساعتها هتتصدموا لو انا ما سافرتش، فما كانش ليها اي تاتين لازمه انكم تحكموا عني قبل ما انا اسافر. هو حلم اخويا انا كان انه يسافر بعد المدرسه، بس طلع ان ده كان نصيبي انا مش نصيبه هو. بس اتعلمت منه هو انه كان بيقول لناس كثيره وبتاع، فما عجبنيش موضوع اللي هو ايه ده انت ما سافرتش ايه ده ما. وكان في كمان ناس بتقول رايهم، فكانوا بيسخنوا بابا او ماما اللي هو لا ليها ليه يسافر وكده. فكان بيخلي موضوعه اصعب. وهو كان اتقبل في جامعه مانشستر، يعني حتى احسن من الجامعه اللي انا فيها، بس ساعتها كان صعب انه يسافر. وساعتها كان اقل موضوع الناس بتسافر وكده، مع انه كان 3 سنين قبل ما انا اسافر، بس كان اقل. بس 5 ايام دي سلمت على كل اصحابي، سلمت على كل عيلتي، جهزت الشنط عشان اخدت كل حياتي من مصر. انتوا متخيلين 5 ايام ان انا امشي من بلد بقالي فيها 9 سنين واروح بلد جديده لوحدي تماما؟ ساعتها بابا ولا ماما حجزوا التيكت ولا اي حد. اخويا كان عنده صاحبه هناك، فالموضوع كان سهل شويه عشان صاحبه جه ياخدني من المطار وكده، وساعدني في حاجات كثيره في الاول. وكمان كان عندي واحده صاحبتي اتعرفت عليها صدفه في مصر، بس ما كناش صحاب صحاب يعني، كنت اعرفها واكتشفت انها جت هنا برضو، وهي حرفيا ساكنه هي جارتي دلوقتي، وبقينا صحاب قريبين كمان. فكانت برضو في ناس شويه كانت بتساعدني، ما كنتش تماما تماما لوحدي. بس في الاول طبعا حسيت ان انا لوحدي. فقعدت اول سنه تقريبا، اول سنه كانت اكتر سنه انا مكتئبه فيها، كانت اكتر سنه صعبه في حياتي، بس عدت. ودلوقتي احنا في الجامعه، ودي قصتي ان انا ازاي او ليه سافرت بلجيكا. هيبقى في جزء تاني احكي عن السنه الاولى بتاعتي اللي هي كانت من اصعب السنين، وعلى حياتي هنا وازاي عايشه وبعمل ايه وكل الكلام ده. فلو حابين تتفرجوا عليه استنوا الجزء التاني. باي باي دلوقتي، وما تنسوش تسبسكرايب تلايك تشير مع اصحابكم اللي حابين او مهتمين انهم يسافروا. وجامعتي عشان نسيت اقولها هي كانت كي لوفن في بلجيكا. باي.